أهلا بكم من داخل مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لنطلعكم على آخر التطورات في الحالة الجوية الغير مستقرة التي تشهدها البلاد حاليا، حيث تشهد البلاد حالة جوية غير مستقرة بدأت على مدار اليومين السابقين، أدت إلى تساقط الأمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة على مناطق من شمال الجمهورية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. ومتوقع بداية من اليوم وغدا الأحد، متوقع فرص أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من سواحلنا الشمالية وشمال الوجه البحري، وكذلك مناطق من مدن القناة ومناطق من سيناء وشمال البحر الأحمر وأيضا شمال الصعيد، بينما تكون خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا. أيضا بدأ ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر، والتي تكون كثيفة خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية. وبداية من صباح اليوم بدأ تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال الصعيد وكذلك مناطق من سواحلنا الشمالية، وصلت إلى مناطق من القاهرة، وهذا ما توضحه صور الأقمار الصناعية الواردة إلينا هنا داخل مركز التنبؤات والإنذار المبكر، والتي تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على المناطق المذكورة، وأدت بالفعل إلى تساقط بعض الأمطار الخفيفة على مناطق من شمال الصعيد. متوقع أيضا أن تؤدي إلى أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من سيناء وخليج السويس. أيضا هنا تنويه يجب أن ننوه عنه هو أن كميات الأمطار التي سقطت على مدار اليومين السابقين وكذلك متوقع أن تسقط خلال هذين اليومين على مرتفعات سيناء وعلى المرتفعات الجبلية الموجودة في شمال البحر الأحمر، متوقع أن تؤدي إلى تكون السيول في هذه المناطق وكذلك الطرق المؤدية إلى هذه المناطق. بداية من يوم الاثنين القادم بإذن الله متوقع بداية استقرار في الأحوال الجوية مع فرص أمطار خفيفة فقط على مناطق من سواحلنا الشمالية، وكذلك بداية من يوم الثلاثاء القادم متوقع استقرار تام في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر هي الصفة الرئيسية والظاهرة المؤثرة خلال الفترة القادمة بإذن الله. أما عن درجات الحرارة خلال الفترة القادمة فهي حول معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، ليكون الطقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار على شمال البلاد، مائل للدفء على الجنوب، بينما ليلا يكون شديد الحرارة على كافة الأنحاء. حضرتك عن الأمطار بالتحديد في القاهرة الكبرى، هل هي مستمرة خلال الساعات اللي جاية ولا هتقل خلال الأيام اللي جاية؟ طبعا خلال الساعات القادمة من اليوم وغدا أيضا الأحد هناك فرصة أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات القاهرة الكبرى وكذلك محافظات جنوب الدلتا. الوضع في سيناء بالضبط ومحافظات البحر الأحمر، عايز حضرتك تكلمنا عنه بالتفصيل، وهل في سيول متوقعة خلال الساعات اللي جاية؟ خلال الساعات القادمة طبعا في فرصة تكون السيول، وذلك نتيجة تجميع كميات المطر على مدار اليومين السابقين، فقد تعرضت مناطق من جبال سيناء ومرتفعات سيناء بالأمس تحديدا إلى سحب رعدية وحدوث أمطار رعدية على هذه المناطق. عادة هذه الأمطار بتؤدي إلى تجميع هذه الكميات فوق المرتفعات الموجودة هناك بسبب الطبيعة الجغرافية، فمتوقع أن نشهد اليوم أو غدا تكون السيول في هذه المناطق. لو قلنا اسامي المحافظات اللي متوقع يكون فيها امطار خلال الايام اللي جايه، ممكن يعني حضرتك تقول لنا اسامي المحافظات بالتفصيل؟ طبعا هي على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية زي الأسكندرية ومطروح وكذلك دمياط والعريش، أيضا مناطق من محافظات سيناء سواء شمال سيناء أو جنوب سيناء، أيضا مناطق من شمال الصعيد متوقع أن تتعرض اليوم إلى أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على أماكن متفرقة من محافظات المنيا وأسيوط. فرص الأمطار تنتهي إمتى بالكامل؟ وعايزك تكلمنا برضو عن حالة البحر. فرص الأمطار بإذن الله يوم الاثنين القادم متوقع هو بداية الاستقرار، ولكن هناك فرص خفيفة على مناطق متفرقة من سواحلنا الشمالية، وهي أمطار غير مؤثرة تماما على أي من الأعمال أو الأنشطة اليومية. وبداية من يوم الثلاثاء بإذن الله تقريبا بتتلاشى فرص سقوط الأمطار أو تنعدم فرص سقوط الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية، وده يبقى إذان وإعلان ببداية استقرار في الأحوال الجوية. حركة الملاحة في البحر المتوسط والبحر الأحمر،
طبعا حركة الملاحة في البحر الأحمر في البحر المتوسط شهدنا اضطراب في حركة الملاحة البحرية على مدار اليومين السابقين على البحر المتوسط، ووصل بالفعل ارتفاع الموج هناك إلى 4 أمتار، ولكن بداية من اليوم بإذن الله البحرين كليهما مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة. عامل نصيحة للعلماء المقيمين خلال الأيام اللي جاية. طبعا خلال الأيام القادمة الظاهرة الأكثر تأثيرا هي تكون الشبورة المائية التي تكون كثيفة خلال ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى سواحلنا الشمالية ومدن القناة والوجه البحري وكذلك القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد. النصيحة الأولى التي نقدمها في هذه الأجواء هي للمسافرين خصيصا، والاتباع تعليمات المرور والقيادة بهدوء أثناء وجود الشبورة المائية على الطرق. لو قلنا وصف للطقس خلال ساعات النهار، هل بيكون بارد أو مال البرودة ولا معتدل؟ طبعا بتشير الخرائط والتوقعات أن يكون الطقس خلال الفترة القادمة أو على مدار الفترة القادمة مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد، بداية من سواحلنا الشمالية زي الأسكندرية ومطروح وكذلك العريش، أيضا حتى محافظات القاهرة الكبرى وكذلك محافظات شمال الصعيد، وكلما اتجهنا جنوبا ارتفعت درجات الحرارة تدريجيا ليكون الطقس على جنوب الصعيد نهارا شتوي مائل للدفء، أما ليلا فيكون الطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء بإذن الله. مشكورك. شكراً.